السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متعلمي ثالثة إعدادي بمؤسسة سلام الدراسية، أرحب بكم من جديد في درس آخر بعنوان المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة في مادة التاريخ. إذن هذا الدرس سنتعرف من خلاله إن شاء الله على المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة، مع تبيين خصائص كل مرحلة، ولندرك أهمية مواصلة البناء والتطور. إذن كما تطرقنا خلال الدرس السابق المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة، وبعد أن استنتجنا بأن كفاح المغرب من أجل حصوله على الاستقلال قارب 50 سنة، حقق المغرب استقلاله سنة 1956 بفضل تضحيات الشعب والعرش. وفور ذلك بدأت المرحلة الأولى في بناء الدولة المغربية الحديثة. فبعد عودة محمد الخامس من المنفى وتحقيق الاستقلال ونهاية فترة الحماية الفرنسية على المغرب، قال: عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، بمعنى أننا الآن ستبدأ المرحلة الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة. إذن نبدأ بالجزء الأول خلال هذه الحصة. الأعمال، سنتعرف عن الأعمال التي قام بها الملك رحمه الله محمد الخامس منذ حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956 إلى غاية وفاته سنة 1961. لكن خلال الحصص المقبلة إن شاء الله سنتعرف أيضا على المرحلة الثانية ومرحلة الراحل الحسن الثاني من 1961 إلى غاية 1999، والمرحلة الثالثة على عهد الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش سنة 1999 إلى الآن. إذن نبدأ بمرحلة الراحل محمد الخامس. إذن نتطرق الآن أو ننتقل الآن لدفتر الدروس. نكتب مقدمة: ما إن خرج المغرب من مرحلة الحماية والاستعمار سنة 1956 حتى دخل في جهاد البناء والتشييد لبناء الدولة المغربية الحديثة، فما أبرز هذه المراحل وما خصائص كل مرحلة؟ إذا نبدأ مع محمد الخامس رحمه الله. نأخذ الكتاب الدراسي وثيقة رقم 1 صفحة 65. لدينا نص نقرأ: وستكون الخطوة الأولى بحول الله تأسيس حكومة عصرية مسؤولة تعبر تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشعب. سنقلدها ثلاث مهمات تبشرها في آن واحد: مهمة تدبير شؤون البلاد، ومهمة وضع أنظمة ديمقراطية على أساس الانتخاب وفصل السلط في إطار ملكية دستورية قوامها الاعتراف لجميع المغاربة على اختلاف عقائدهم بحقوق المواطن وبالحريات النقابية. محمد الخامس، خطاب العرش، 18 نوفمبر 1955. أعيد: وستكون الخطوة الأولى بحول الله تأسيس حكومة عصرية مسؤولة تعبر تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشعب. سنقلدها ثلاث مهمات، بمعنى سنكلفها بثلاث مهمات تبشرها في آن واحد في نفس الوقت: مهمة تدبير شؤون البلاد، تسيير البلاد، مهمة وضع أنظمة ديمقراطية، وضع أنظمة خاصة بالنظام الديمقراطي على مدى تنبني. العمل الثالث: على أساس انتخاب وفصل السلط في إطار ملكية دستورية، وجود ملك على رأس الدولة ودستور مكتوب قوامها الاعتراف لجميع المغاربة، بمعنى مهامها هو الاعتراف لجميع المغاربة على اختلاف عقائدهم بحقوق المواطن وبالحريات النقابية. اختلاف عقائدهم يقصد بها الأقليات الذين يحملون البطاقة الوطنية إلى غير ذلك بحقوق المواطن. ما دمت لك بطاقة وطنية فأنت مواطن مغربي، لك حقوق وعليك واجبات، وبالحريات النقابية، والنقابة هي التي تدافع عن حقوق
العمال ماديا ومعنويا. أولا نحدد نوعية النص وتاريخه. إذا من خلال قراءة مرتين لهذا النص ومن خلال المصدر، فهو خطاب ملكي لمحمد الخامس رحمه الله بمناسبة عيد العرش بتاريخ 18 نوفمبر 1955. فكرة العامة للنص. إذا تأسيس أول حكومة مغربية من طرف الملك محمد الخامس مباشرة بعد الاعتراف باستقلال المغرب. إذا الصورة تمثل لنا جلالة الملك يتوسط أعضاء أول حكومة مغربية بعد الاستقلال. إذا من خلال النص، ما نوع النظام السياسي الذي اتبعه المغرب مع بداية الاستقلال؟ إذا أكيد نظام ديمقراطي. إذا نذكر المهام التي كلفت بها الحكومة المغربية: تدبير وتسيير شؤون البلاد، بالإضافة إلى وضع أنظمة ديمقراطية على أساس الانتخاب، فصل السلطات في إطار ملكية دستورية تعترف لجميع المغاربة بحقوقهم وبالحريات النقابية. إذا يتحدث النص أو بخلاصة القول أن سياسيا كانت من بين مخططات الملك الراحل محمد الخامس أنه مباشرة بعد أن سنحصل على الاستقلال، لأن تاريخ كتابة النص 1955 قبل الاستقلال أو مباشرة بعد عودته من منفاه، تأسيس أول حكومة مغربية عصرية تتبنى نظام ديمقراطي، وتأسيس مجلس دستوري لكتابة الدستور، وإصدار عدة قوانين تعترف للمواطن بحقوقه مثل قانون الحريات العامة وقانون الانتخابات إلى غير ذلك. هذا من الناحية السياسية. الآن ننتقل لمجالات أخرى. الوثيقة رقم 3 صفحة 66. أعمال أخرى قام بها جلالة الملك الراحل محمد الخامس. إذا الوثيقة هي عبارة عن خطاطة تمثل لنا بعض مظاهر تحديث أجهزة الدولة. إذا عدنا للخطاطة، نرى على المستوى السياسي، على المستوى الإداري، على المستوى القضائي، وعلى المستوى العسكري. على المستوى السياسي، كما سبق أن ذكرنا، تكوين أول حكومة مغربية التي قلنا بأنها تتبنى نظام ديمقراطي وتساهم في تسيير الدولة وتعترف للمواطن بحقوقه كحق الانتخاب إلى غير ذلك. على المستوى الإداري، تم تقسيم المغرب إلى عملات وأقاليم وجهات. على المستوى القضائي، إلغاء المحاكم المخزنية، إلغاء المحاكم التي كانت تابعة للجهاز العسكري بالمغرب في فترة الحماية، خلق محاكم حديثة بمعنى إنشاء محاكم جديدة والمجلس الأعلى للقضاء، توحيد النظام القضائي ومغربته بمعنى ضد ما قامت به فرنسا في فترة الحماية بإصدار الظهير البربري الذي أقصى الأمازيغ من الانتماء للقضاء المغربي وأجبرها على الانتماء للعرف أو للمحاكم الفرنسية. الآن أصبح داخل المغرب قضاء موحد، كنا أمازيغ أو عرب، كلنا مغاربة نحمل بطاقة وطنية نخضع لنفس القضاء المغربي. إذا توحيد القضاء المغربي ومغربته بمعنى أصبح تابعا للدولة. على المستوى العسكري، تكوين القوات المسلحة الملكية، والصورة في الأخير ستمثل لنا هذا الجانب. إذا نذكر باختصار أبرز مجالات تحديث الدولة المغربية. إذا نقول سياسيا، إداريا، قضائيا، وعسكريا. إذا فيما يتمثل ذلك، أكيد سياسيا تأسيس أول حكومة مغربية، إداريا تقسيم البلاد إلى عملات وأقاليم وجهات، قضائيا إنشاء محاكم حديثة والمجلس الأعلى للقضاء وتوحيد النظام القضائي، وأخيرا عسكريا تكوين القوات المسلحة الملكية. والصورة التالية تمثل تدشين أو استعراض حضره الملك الراحل محمد الخامس رفقة ولي عهده الحسن الثاني لكتيبة أو تجمع يخص القوات المسلحة الملكية. إذن هذا من الناحية، إذن لحد الآن تعرفنا من الناحية السياسية، إداريا، قضائيا، وعسكريا. انتقل الآن للمجال الاقتصادي. إذن لدينا الوثيقة رقم 5 صفحة 66. إذن محددات كرونولوجية. نقرأ: 1956
تم خلق أو إنشاء وزارة الاقتصاد والمالية، 1957 إقامة نظام جمركي جديد، 1957 مكتب الأبحاث والمساهمات الصناعية، 1958 مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية، 1959 تأميم بنك المغرب وإصدار عملة وطنية، وأخيراً 1959 تكوين مجموعة من الأبناك. إذن أبرز من خلال هذه المحددات الكرونولوجية بعض الإنجازات الاقتصادية للراحل الملك محمد الخامس. إذن تم إنشاء وزارة الاقتصاد والمالية، بمعنى تم وضع وزارة تتكلف بالأنشطة الاقتصادية سواء في مجال الفلاحة أو الصناعة أو التجارة، بالإضافة إلى مراقبة ميزانية الدولة من الناحية المالية. سنة 1957 إقامة نظام جمركي جديد، بمعنى تحديد نظام ضريبي جديد، الجمارك هم الضرائب. في نفس السنة تم تحديد ما يسمى بمكاتب الأبحاث والمساهمات. سنة 1957 و 1958 هناك مع عدة مكاتب للأبحاث التي تخص المجال الصناعي والتي تخص المجال المعدني، وأخص بالذكر نموذج المكتب الشريف للفوسفات. 1959 تأميم بنك المغرب، بمعنى أن بنك المغرب أصبح مؤمم تابع للأمة اللي هي الدولة، أصبح تابعا للمغرب، بالإضافة إلى إصدار عملة وطنية جديدة وهي عملة الدرهم، لأن سابقا كان الفرنك الفرنسي هو الذي يروج بالأسواق المغربية في فترة الحماية الفرنسية. إذن مباشرة بعد الاستقلال تم إصدار عملة وطنية اللي هي الدرهم المغربي. 1959 تكوين مجموعة من الأبناء كالبنك الشعبي إلى غير ذلك. إذن هذا من ناحية الاقتصادية. نقول هذه آخر الأعمال التي قام بها الملك محمد الخامس رحمه الله قبل وفاته سنة 1961. إذا شفنا رأينا من ناحية السياسية، من ناحية الإدارية، من ناحية العسكرية، من ناحية القضائية، وأخيرا من ناحية الاقتصادية. ننتقل الآن لدفتر الدروس، نكتب الجزء الأول من الدرس. أولاً كبيرة بالأحمر، دشنا محمد الخامس بناء الدولة المغربية الحديثة في المرحلة الأولى. إذن اتخذ محمد الخامس مجموعة من الإجراءات لبناء الدولة المغربية بعد الاستقلال سنة 1956 إلى غاية وفاته 1961. سياسياً، تأسيس أول حكومة مغربية معاصرة وتبني النظام الديمقراطي وإنشاء مجلس دستوري لكتابة الدستور، بالإضافة إلى إصدار عدة قوانين كقانون الحرية العامة وقانون الانتخابات إلى غير ذلك. إدارياً، تقسيم المغرب إلى عملات وأقاليم وجهات. قضائياً، إنشاء محاكم جديدة وتوحيد النظام القضائي. عسكرياً، تكوين القوات المسلحة الملكية. وأخيراً اقتصادياً، إحداث وزارة الاقتصاد والمالية وتأميم بنك المغرب وإصدار عملة وطنية وهي الدرهم. إذن إلى هنا ينتهي جزءنا الأول من هذا الدرس. بالنسبة للجزء الثاني والثالث إلى الحصص المقبلة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.